نتائج الانتخابات المغربية قلبت شكل المشهد السياسي في البلاد تماما. تراجع حاد لحزب العدالة والتنمية الإسلامي وصف بالانهيار، قابله تقدم ملموس للأحزاب الليبرالية وأحزاب الحركة الوطنية المغربية، ما ينهي حقبة تزعم التيار الإسلامي للحكومة المغربية بعد اكتساحه مقاعد البرلمان لدورتين متتاليتين منذ العام 2011. هناك مجموعة من الاختلالات التي عرفها الحزب، حزب الأغلبي أو حزب العدالة والتنمية، لكن لم يكن أشد المتشائمين يتوقع بأن يتبوأ حزب العدالة والتنمية مركزا متأخرا، أن ينال 12 مقعدا. نتائج الانتخابات تمكن الأحزاب التي حصلت على المراتب الثلاثة الأولى من تشكيل الحكومة لوحدها، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر المشهد الانتخابي، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، حيث تجاوز عدد المقاعد التي حصلت عليها الأغلبية المطلوبة لذلك. أما إذا تم توسيع التمثيل الحزبي في المجلس الوزاري فسيشمل أحزابا تلت هذا الثالوث من حيث عدد المقاعد، وهي أحزاب ذات توجهات يسارية وديمقراطية وليبرالية تقدمت جميعها على حزب العدالة والتنمية. تنعيش على جميع المستويات، ماشي انهيار ديال الحزب، نحن أمام انهيار ديال الإيديولوجيا، انهيار ديال المنظومة، انهيار ديال مقاربة محددة للشأن العام، واللي كانت بطبيعة الحال لمدة 10 سنين في المسؤولية، وثبت بالملموس أنه لا يمكن أن تستمر بالشكل اللي هي غادية عليه. المفارقة اللافتة أن الحزبين المرشحين لتشكيل الحكومة القادمة مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيكلف بتشكيلها، أي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كانا في صفوف المعارضة في الفترة الماضية. أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي قائد الائتلاف الحكومي السابق فلم يحصل حتى على عدد مقاعد تؤهله لتشكيل فريق برلماني حسب نظام تمثيل الكتل في البرلمان، بمعنى أن الحزب لن يكون في الحكومة ولن يكون أيضا ضمن الفرق التي تشكل القرار البرلماني على الأرجح. الآن ينتقل المغرب إلى مرحلة جديدة كليا محملة بأعباء اقتصادية وتنموية كثيرة وتجاذبات يعيشها البلد على مستوى الإقليم والمنطقة ككل، ما سيلقي بظلاله على طبيعة العلاقات الداخلية والخارجية التي سيتجه المغرب نحوها في الفترة القادمة في ظل هذه التحديات وهذا التحول في المشهد السياسي. من أمام مبنى البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين.